تنضم إلينا من القاهرة محللة أسواق مالية في إكويتي جروب أماني رشيد للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا بك أماني. يعني في البداية كنا قد رصدنا حالة من الهدوء تشهدها الأسواق، حالة ترقب إن كانت للبيانات الأمريكية، بيانات التجزئة فعليا بعد مؤشرات غير متوقعة يعني الأيام الماضية، إن كان من ناحية المستهلكين أو حتى المؤشر للمنتجين بشكل عام. كيف ترين حركة الدولار اليوم مقابل بعض العملات الأجنبية لا سيما اليورو؟ صباح الخير. طبعا بالنسبة للدولار الأمريكي فيعني هو شهد نوعا ما استقرار قوي مقابل أغلب العملات. نحن لقينا على مشارف انتهاء يعني التداولات الأسبوعية، والمؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة مقابل 6 عملات رئيسية لا يزال يستقر بالقرب من مستويات 106 بعد طبعا التراجعات القوية التي سجلها الأسبوع الماضي مع الترقب لمزيد من البيانات الاقتصادية، حيث أن البيانات الاقتصادية الأخيرة سواء أسعار المنتجين أو أسعار المستهلكين كلها مؤشرات عن التضخم أكدت على نجاح الفدرال الأمريكي أخيرا في السيطرة على نمو ارتفاع الأسعار وعلى نمو التضخم، وبالتالي بدأت الأسواق تسعر احتمالات أن يبدأ الفدرال الأمريكي في تخفيف وتيرة التجديد النقدي في 2023. حتى وجدنا أنه طبقا لأداء سي ام اي جروب يعني أغلب التوقعات تسعر بنسبة 85% أن يقوم الفدرال الأمريكي برفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس فقط في اجتماع ديسمبر المقبل وليس 75 نقطة أساس. وبالتالي هذا الأمر نوعا ما دعم يعني استقرار الدولار الأمريكي وتسبب في مزيدا من التعافي الملحوظ يعني أغلب العملات الرئيسية مقابل الدولار. حتى وجدنا أن مثلا اليورو يقود من جديدة أعلى مستويات التعادل مقابل الدولار، حاليا مستقر عند 1.03. الجنيه الاسترليني أيضا وصل لمستويات 1.19. الين الياباني بدأ نوعا ما في التعافي مقابل الدولار الأمريكي، وبالتالي البيانات الاقتصادية الآن دعمت نوعا ما تعافي أغلب العملات مقابل الدولار، ويعني مخاوف الأسواق بدأت تهدأ حيال استمرار رفع الفائدة الأمريكية وتداعيات هذا الأمر على الاقتصاد العالمي في 2023. نعم، عندما نتحدث عن اليورو كنا قد رصدنا يمكن بعض التحركات الإيجابية لليورو، ولكن يبقى الضغوطات الاقتصادية عليه أكبر، فبالتالي كيف ترين تحركات اليورو بالنسبة للبيانات الاقتصادية حتى الداخلية والانتظار يمكن ب يعني التحركات إن كانت من الفيدرالي وأيضا من المركزي الأوروبي؟ بالنسبة لليورو فوجدنا أن التعافي الملحوظ الذي سجله اليورو لا يعود لتعافي الاقتصاد الأوروبي أو استقرار الاقتصاد الأوروبي، ولكنه اليورو نوعا ما استفاد من تراجعات الدولار الأمريكي مقابل أغلب العملات. الآن اليورو عندما استعاد مستويات التعادل مقابل الدولار الأمريكي من جديد في الوقت الذي لا يزال فيه المنطقة الأوروبية تعاني من ضغوطات قوية. الآن البنك المركزي الأوروبي ما بين الاستمرار في رفع الفائدة واضطرار في رفع الفائدة مع استقرار التضخم بالقرب من أعلى مستوياته منذ نشأة المنطقة من ناحية، ومن ناحية أخرى استمرار الضغوطات واستمرار انكماش أغلب القطاعات طبعا تأثرا بالحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، خاصة مع الاستعداد لتخلي المنطقة الأوروبية تماما عن النفط الروسي والذي كان يعتبر أكبر الإمدادات الطاقة التي كانت تأتي لأوروبا، وبالتالي هذا الأمر قد يتسبب في نوعا ما تداعيات سلبية على الاقتصاد الأوروبي. وجدنا أنه 2022 لم يكن العام الأفضل بالنسبة للاقتصاد الأوروبي، وأيضا من المرجح أن يستمر أو تستمر تلك الضغوطات في السيطرة على الاقتصاد الأوروبي، على الأمر الذي قد يتسبب فيه نوعا ما زيادة الضغوطات على اليورو. بالتالي تحركات اليورو الآن ونجاحه في الاستقرار على مستويات الدولار التعادل مقابل الدولار لا تعود يعني سياسات البنك المركزي الأوروبي أو الاقتصاد الأوروبي، ولكنه سيكون متوقف على مدى وتيرة التجديد النقدي أو كيفية وتيرة التجديد النقدي من قبل الفيدرالي الأمريكي في 2023، حيث لو وجدنا أن الفيدرالي قد يبدأ بالفعل في تخفيف السياسة النقدية كما سننتظر في اجتماع ديسمبر المقبل، سيكون هذا مؤشر قوي على يعني نوعا ما تعافي اليورو وليس لتعافي المنطقة الأوروبية بالتحديد. نعم، عندما نتحدث أيضا عن الفرنك السويسري والين الياباني شاهدنا أيضا بعض الزخم أو التحركات الإيجابية، ما هي العوامل التي أدت إلى هذا الارتفاع بشكل أساسي؟
نوعا ما الين الياباني والفرنك السويسري على الرغم ان هو كان عملات ملاذ امن، ولكن يعني استمرار الفيدرالي الامريكي في تجديد السياسه النقديه بوتيره قويه منذ شهر مارس الماضي تسبب في زياده الضغوطات طبعا على يعني الاقتصادات التي تعتمد كان على عملات الملاذ الامن مثل الين الياباني والفرنك السويسري. خاصه انا يعني الين الياباني لا يزال مستمر في السياسه النقديه التوسعيه، وبالرغم من تصريحات محافظ بنك اليابان خلال الفتره الاخيره انه قد يبدا في تغيير سياسته النقديه، ولكن الواقع يؤكد ان الفائده السلبيه ويؤكد ان السياسه النقديه التوسعيه لا تزال تضغط على تداولات الين الياباني. ايضا الفرنك السويسري يعني البنك الوطني السويسري كان من اواخر البنوك التي تتبعت وتيره رفع الفائده، ولكن نوعا ما يعني تباين السياسات الواضحه ما بين تلك البنوك سواء البنك الياباني او البنك الوطني السويسري وما بين الفيدرالي الامريكي الذي تسرع وتيره التجديد النقدي خلال الفتره الماضيه تسببت طبعا في ارتفاعات الدولار الامريكي مقابل تلك العملات. شكرا اماني رشيد محلله اسواق ماليه في إكويتي جروب، شكرا جزيلا، صباح الخير مره اخرى.